كأني بقى واقفة لوحدي وهما مسكوا في خناق بعض، ولا كأني قلت أي حاجة. مش معقولة مش همهم غير نفسهم وبس. وفجأة بقى الموضوع قلب دراما زوجية، وأنا بقى البنت الوحشة اللي خربت البيت. هو واضح من كلامهم كده إن هما راقدين لبعض على ألغام، كل واحد فيهم مستني التاني يضغط عشان يفرقعوا في بعض. بعيد عني بقى، يفرقعوا بعيد عني. معلش، بس هما على فكرة مش هيستوعبوا كلامك دلوقتي خالص، والفترة دي كلها هيقعدوا يدافعوا عن نفسهم وبس. وده مش موضوعك على فكرة ولا ذنبك. مش معقولة، كأني كنت بكلم الهوى. أيوة يا زيدي، ما هو برضه أنت قلت الكلام ده عشانك مش عشانهم. هما بقى فهموا الكلام ده، أهلا وسهلا، ما فهموش، المهم إنك قلت الكلام ده بصوت عالي، أنت كنت محتاجة كده. يمكن، معرفش. طب أنت عارفة؟ أنا أحيانا في المحكمة بيبقى عندي مرافعة طويلة عريضة، ببقى مصمم أقولها وأنتع قدام القاضي، لأني عارف ومتأكد إن المرافعة دي مش هتأثر قوي في الأدلة. بس الشخص اللي موكلني لما بيسمع المرافعة دي بيحس إن جزء من حقه رجع له، فاهماني؟ طب أنا عندي فكرة. ما تيجي نطلع البيت أنا وأنت عند فؤاد ونريمان ونلعب محكمة وأنت بقى تدافع عني. لا أنا دافع عنك ولو روحت محكمة العدل الدولية. إيه؟ مين دي؟ دي محكمة كده في هولندا. هولندا؟ هولندا مرة واحدة؟ يلا بينا على هولندا. يعني اعتبر ان اول ديت بينا هيبقى في هولندا؟ في المحكمة؟ انا ما عنديش اي مانع. بص مراد، يعني ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي لحد يعني اما نطمن على تيتو وكده. انا عارف، ما اقدر والله، انا بهزر. انا كلمتك النهارده علشان انا يعني كلمتك النهارده عشان انا فعلا فعلا محتاجاك. بس ما مش يعني ما كنت خايف ان احنا تفتكر ان انا عايزه اتكلم في الموضوع. و زيزي قولي شكرا وخلاص، شكرا واسكتي خالص. بالظبط كده. ما تيجي ناخد لفه بالعربيه. معاك روزية. يلا ناخد روزية مع بعض. يلا. الفوتو بيتو بسولي كي سنفوي ديجا اوبلي لتون دي مالون. طب ممكن نغير المزيكا الكئيبة الحزينة اللي انت حطيتها دي؟ المفروض ان احنا يعني نكون بنبسط في الكروزية. كئيبة؟ بجد يا زيزي انت شايفاها كئيبة؟ دي اغنيه او مزيكا مليانه شجن، وفرق كبير قوي بين الحزن والشجن. يا